مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، لا زالت محافظة ديالى تشهد خروقات أمنية متكررة وانتشار السلاح المنفلت فيها. ناخبون طالبوا بضرورة حماية المراكز الانتخابية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لضمان سير العملية الانتخابية من دون أي خروقات أمنية. بما أنه تشهد المحافظة من عمليات انتخابية، نطالب وبشدة أنه التدخل الأمني من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب على الحماية، حماية مراكز الاقتراع بسبب وجود السلاح المنفلت. ضرورة اليوم المواطن من يشوف هيك عمليات ومن يشوف هيك أشخاص أو ضغوطات تكون عليه راح ما تمر العمليات الانتخابية بشكل سلس. نطالب بتدخل الجهاز مكافحة الإرهاب وقوة أمنية من بغداد لضمان سير الانتخابات وعدم تدخل أي عناصر خارجية أو داخلية في الانتخابات. نريدها انتخابات نزيهة وخالية من أي تدخلات لا خارجي ولا داخلي في ظل السلاح المنفلت والأوضاع البديال. مراقبون أكدوا أن استمرار الخروقات الأمنية وانتشار السلاح المنفلت سيقيد حرية الناخبين باختيار من سيمثلهم تحت قبة البرلمان. أرى أن محافظة ديالى تشهد الكثير من الخروقات الأمنية والسلاح المنفلت، ففي ظل وجود السلاح المنفلت والخروقات الأمنية وعبث الإرهاب نرى أن من الضروري أن تكون هناك اهتمام جاد في المحافظة على يوم الاقتراع حتى يكون الناخب يختار بحرية وكذلك يكون له دور فعال في المشاركة في الانتخابات. كما أطالب بإرسال لنقول أقوى جهة أمنية ألا وهي جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظة ديالى حتى يتم الحفاظ على المراكز الانتخابية من العبث والسلاح المنفلت. إشراف جهاز مكافحة الإرهاب أمنيا على المراكز الانتخابية أصبح ضرورة ملحة على الحكومة المركزية لضمان سير انتخابات 10 من تشرين دون خروقات وسلاح منفلت. لقناة الرشيد الفضائية عبد الله الباش، محافظة ديالى.